ولكن ما يتضمنه مواقع التواصل الاجتماعي من تعبير عن التمرد أو الرفض لمختلف ما يقع من أحداث في الداخل المصري، مش بس الداخل المصري لكن كمان العربي ويمكن العالمي، هو هناك دائما وسائل من جانب الشباب للتمرد على الواقع أو على التقاليد أو العادات اللي يمكن بتأيدني. يمكن الشباب بيفكر دايما أنه مادام ما بعملش حاجة حرام ومادام ما بعملش حاجة تأذي غيري، أنا ما عنديش ما يعقني من أني أعملها. يمكن أنا بأشير بهذا الكلام ما تم تداوله أيضا عن إحدى الفتيات اللي بتركب سكوتر عشان تقوم بيه بمشاورها المختلفة. الدنيا زحمة، السكوتر يمكن هيبقى سهل للحركة في زحام السيارات. هنا ماجد هي بطلة التقرير اللي هنشوفه معاكم دلوقتي، اللي يمكن بتقوم بمجهودات كبيرة عشان تساعد البنات على إن هم يستخدموا هذه الوسيلة، وسيلة السكوتر، عشان يقوموا بمختلف مشاورهم. السكوتر ده مش اللي بيتم استخدامه اللي هو بتاع الأطفال الصغير اللي نقف عليه برجل واحدة كده ونتحرك، لا، هو شبيه إلى درجة كبيرة بالفيسبا. يمكن يعني بعض الأجيال من الموجودين في مصر بيرفضوا الصورة دي، بيقولوا إن هي مخالفة، ليه البنت تركب على السكوتر وليه يعني تعرض نفسها لمضايقات. لكن هي مدام بتقوم بحاجة بتحترم فيها كل القواعد، سواء قواعد المرور أو قواعد التعامل مع من حولها من مواطنين، وما بتضرش غيرها، يمكن أعتقد ما فيش رفض إلى يعني لهذه الظاهرة إذا ما كانت بتسهل حياتها. خلينا نشوف التقرير ونرجع معاكم نكمل حلقتنا. قررت أن تكسر كل القيود وتحررت من التقاليد، منحت نفسها فرصة أفضل للمساواة مع الرجل، لكنها لم تسلم من الأعين والتحرشات اللفظية. فتاة في أوائل العشرينيات تخرجت من الأكاديمية الدولية لعلوم الأعلام، هي الفتاة الوحيدة في منطقتها التي تقود الموتوسيكل أو السكوتر كما يطلق عليها. فكرت في الأول أركب موتوسيكل عشان كانت أسعار العربيات غالية جدا وبتغلى ما بترخصش، وأنا كنت عايزة أجيب حاجة لنفسي يعني وأنا في أول حياتي وبتاع. فبالصدفة معدي على أجنة موتوسيكلات، دخلت بسأل عادي يعني على سبيل الفضول، لقيت الموتوسيكلات أسعارها رخيصة جدا ووسيلة مواصلات أسهل بكتير وممتعة في سواقتها. الموضوع مش فكرة إن أنت بتبقي ماشية في زحمة أو كده، لا، انت بتبقي مبسوطه وانت سايقه الموتوسيكل. اول ما جبته كنت مرعوبه، كنت بقول ان انا مش خايفه وهسوقه غصب عن اي حد، مش بعمل حاجه غلط وكده، بس كنت خايفه. دلوقتي لا، بالعكس، انا شايفه بجد الناس كلها بتشجعني تقريبا، رجاله قبل ستات، طول ما انا ماشيه بقى تعليقات ايجابيه. اول ما اشتريته خالص كنت نازله انا وناس اصحابي، هم كانوا سايقين عربيه وانا كنت سايقه السكوتر، وكنت خايفه جدا ونازله جامعه الدول في عز الزحمه، مش عارفه رياكشن الناس عليا هيبقى ايه. فانا ماشيه لقيت جنبي تريسيكل محمل خرفان، قلت بس انا هضيع. فالمهم اصحابي ماشيين جنبي بالعربيه وانا بحاول ايه ما اجيش جنب التريسيكل ده. المهم فواحد اعرفه بيقول لي ها هنمشي ازاي، فبقول له يمين يمين وبزعق. فالراجل بص لي بتاع التريسيكل ورا وبص على الولد اللي راكب عربيه، افتكره بيعاكسني وان انا بزعق له، وقام وقف التريسيكل بالعرض في نص شارع جامعة الدول ونزل يشتم في الناس كلها ان هو عشان بنت فانتوا هترخموا عليها، وكان عايز يضرب الولد اللي معايا. ومن كتر ما انا كنت مبسوطة بالراجل، الولد بقى يقول لي هنا قولي له ان هو تبعي، ان انا تبعك، اقول له لا مش هقول له، انت جميل قوي حضرتك ربنا يخليك. وانا بطلع الرخصة، لا تمام يعني، ما هما برضو الضباط والأمنة وكده كانوا مستغربين يعني بنت بتسوق سكوتر وكده، بس برضو يعني ما لقيتش منهم رفض، بالعكس كنت شايفة ان لا ده تمام، ده يا ريت كلنا كده حتى الولاد ونسوق سكوتر كلنا ويبقى الموضوع اسهل في الشوارع وكده، مش لازم كلنا عربيات. انا شاطرة وجريئة مادام ما بتأذيش غيرها.